هاد الديبلوم الثاني اللي كتشوفو مزور. هاد التاريخ ديال اليوم للتاكيد، وهي هادي فين كيتباعوا هادوك الدبلومات. هادو شويه الازهر نقدروا نعتبروا مزوره، واش نقدروا نعتبروا سيد الرئيس؟ ما نقدرش نعطيك انا مزوره مش مزوره، هذاك المساله ديال القانون. والله بلاتي غير انت غتحكم في هذا الفيديو، هذا غتحكم واش هاد الناس كيمثلوا مؤسسه ولا عصابه. هادو عصابه منظمه هادي، ولات مابقاش ناس كيمثلوا هاد المؤسسه. علاش ما كتصوتوا؟ دابا انت بغيتي تطلق المراه باقل الاضرار، اقل اضرار، غيعطيك هاد السيد وثيقه بلونطيط ديال الدوله، مؤسسه ديال الدوله، غتطلق المراه باقل اضرار، غيدير لك الدخل ديالك انه قليل جدا، وغتمشي تدفع انت للمحكمه. بغيتي تهز كريدي وما خدام، ما رد ما خدامش انت كاع، ما عندك حتى خدمه مريحه في الدار. وبغيتي تهز كريدي غيدير لك ورقه بلونطيط ديال الدوله وفيها لونطيط ديال الوزاره باسم الوزاره، وغدفعها كذلك للبنكه، وغيعطوك كريدي الدار والطوموبيل. غتهز بها كريدي وهزو بها العدد. درتي كسيده لا قدر الله، الله نجينا ونجيكم، وبغيتي دير العجز باش تخرج لك في لاسيرونس كريدي. المحامين كيجيو عند هاد السيد هذا، بعض المحامين كيجيو عند هاد السيد سمعهم الله، وكياخذ ديك الوثيقه. شحال داير هاد الوثيقه؟ 1000 درهم، 2000 درهم، 1500 درهم، على حساب المصادر اللي وصلتني والبحث ديالي. لواحد 3 شهور وانا كنقلب في هذا الموضوع هذا، لقيت انه ما كيتجاوزوش هذا الثمن، 2000 درهم الماكسيموم. كاين اللي خداها غير 500 درهم. الوثائق عندي وانا قادر نعرضهم على اي مؤسسه بغاتهم. غنعرض عليك بعدا هذا، نبدا معك من الاول، وغادي نحط لك في الاوليه الفيديو اللي باش بديت. هاد الدبلوم هذا مثلا اللي كتشوف هنا، انا غادي نطلع عليه انا معكم في التليفون هنا. هاد الدبلوم هذا اللي كتشوف دابا معروض عليك، انا حيت منو السميه داكشي مزور، ولكن زومي لي هنا، ها هي المملكه المغربيه غرفه الصناعه التقليديه اللي جهه طريبات الصاله قنيطرة. الامضاء ها هو ديال العضو كاين، واخا. هاد الدبلوم الثاني اللي كتشوفو مزور، وبالاكثر من ذلك هاد السيد اللي في هاد الدبلوم هذا تواصلت معاه، اش كيقول لي؟ والله خويا اشرف انا ما عمري خدمت كاع في حياتي في هاد المهنه هادي، علاش درتي؟ قال لك باش ندفع هادي وندير الفيزا وندير هادي وندير هادي. الله يسخر الامور. هاد الدبلوم الثالث هذا اللي كتشوفو مزور، عطيه ليه عضو مصوتين عليه نتوما، شحال من تصوتوا ديال المئه ديال الحرفيين صوت عليه، وها هو لونطيط، هي الشعار ديال المملكه، وفي المملكه المغربيه غرفه الصناعه التقليديه اللي جهه طريبات الصاله قنيطرة. وهادشي هذا راه ما كيسراش هنا، على حسب ما غنبدا هذا الموضوع غادي تشوف ان هادشي راه كاين في مراكش، وكاين وكاين وكاين. هذا الموضوع ديال الدبلومات الزوار انا ماشي غرض ديالي، راه درت فيديو عليه، وراه الحمد لله شوف بلادنا اليوم فواحد الحمله ديال التطهير، وحنا دورنا كصحفيين ودور كل واحد نقدموا يد المساعده، حيت فعلا كاينين شي اشخاص ما خصهمش يدار. انا اللي ضرني في خاطري هو اني ملي كنسمع واحد باغي يطلق مرته وعنده واحد المحل تجاري، ما عندوش هذاك المحل التجاري، حتى المهنه اللي كيزاولها ماشي هي اللي كدار ليه في الورقه، وكيدار ليه ورقه. واللي ضرني في خاطري وشوف عندي ما يثبت، ما جيت وقلت هذا الفيديو، حتى عندي ما يثبت هذا الفيديو، والله ما غنسالي حتى غنساليه بكل شيء، يعني حتى ديك الغرفه اللي مسينيه في هذا الشيء هذا غنتصلوا بها في هذا الفيديو هذا، أول مرة غادي ندير، غنتصلوا بهذا سميتو بهذا اللي كيمثلها الرئيس الفعلي، ونشوفوا هذه الوثائق اللي كتخرج. ما علينا، نعطيكم هذه الوثيقة هذه أنتم كتشوفوها، هذه الوثيقة هذه ديال واحد السيدة. هاد السيدة هادي ديري لها خياطة لتحت، ها انت كتشوف هنا خياطة، كتقاضى أجر ديال 5000 درهم في الشهر، كتاخذ 5000 درهم. هاد الوثيقة هادي كاينة مذكرة من وزارة الداخلية كتعطى للغرف الجهوية، لا ديال الصناعة التقليدية ولا ديال المجموعة ديال الأمور، كتقول لهم عباد الله راه كاينة واحد الطرق باش كتقدروا تعطيو هاد الشيء. هنا الحمد لله كتعطى غير هكاك، غير ب 500 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. هاد السيدة هادي اللي دايرة لها خياطة، هي ماشي خياطة، عمرها زولات الخياطة، وعندي ما يثبت ذلك كذلك. حيت ملي غنوصلوا امام السلطات ديك الساعه الا كان انا شهوتي ماشي الهدف ديالي، شهوتي انكم انتوما اللي درتوا هذا الشيء، وانا هذا الشيء غادي ندليه عند السلطات، كونوا اكيدين تخرجوا وتمشيو ترفعوا دعوه بهذا الشيء اللي كندير مثلا، باش نشوفوا واش مازال عندكم الوجه ترفعوا بها. بل اكثر من ذلك دايرين مقرات في الشارع العام، وعندي ما يثبت ذلك بالدليل. مقر كيعني كيعني مقر ديال الغرفه وسط الشارع العام، دايرين مقر ديال الغرفه بالبلاكه ديالو، ان هذا مقر الغرفه. كذلك في هذا الفيديو هذا غادي نتصلوا بهذا الرئيس هذا اللي كيمثل هذه الغرفه هذه، ونعرفوا واش عنده مقر في تما، حيت هذاك المقر هو اللي كاع المصادر اللي برزطوا لي راسي. تيو كيقول خي اسراف هذا الشيء كثير بزاف، راه كيجيو محاميين كيديروا كسايد لعباد الله اللي باغي شي كسيده كيمشي يجيب ليه ورقه من تما. راه الغريب في الامر هو ان هذا الشيء كيدار في الخاطر، واحد كيهز الطوموبيل بديك الورقه وكيمشي ما كيلقى باش يخلص، وكنوليو المشاكل والابناك وسير الحبس يعني ورقه وحده كدير لي مشاكل ديال هاد الامور. انا ماشي الهدف ديالي نضر شي واحد، ولا الهدف ديالي نقاس شي واحد، انا الهدف ديالي هو نعرف هاد الوثائق هادي منين كتخرج، وشنو السند القانوني ديالها، واش الشخص اللي كيعطيهم واش فعلا قانوني. الا كان فعلا قانوني فهاد الفيديو قبل ما نشرو عندكم في هاد الاتصال اللي غنتصل بهذا الرئيس هذا، نصح يما هاد الفيديو راه عندي ما ندير به، اسمحوا لي على هذا المصطلح فيرون، هو شي كيغير واللي غيرني اكثر هو دوك الرجال اللي كيمشيو يقلبوا على وثائق بحال هادو
بدخل قليل باش يمشي يدفعها باش تخرج ليه النفقه شويه. راه ولادك هذوك باش ندير لك الماك. انا لو وصلت كاع المرحله ديال الطلاق راه ما نتسناش قاضي مع احترامي للقضاة يقول لي تعطي لولادك 2000 درهم ولا 3000. راه ولادك هذوك الا كنتي تقاتل عليهم تعطي لها دار شويه باش يعطيك ديك الوثيقه راه كضر ولادك. راه ما كضرش ديك السيده راه ما بغاش تدخل ليا راسي كيفاش هاد الناس هذوك يمشيو يشدوا ديك الوثائق ويمشيو ولا كيفاش تمشي تهز بيه كريدي وانت عارف راسك ما تخلص ديك الدار وانت عارف راسك راه تقدر ما غتلقاش ديك الامكانيات وعارف راسك انت اصلا خارق للقانون ومغامر براسك حيت هذيك تزور وثيقه رسميه غادي ديها للبنكة. عباد الله راه غتضروا نفسكم راه القضاء راه ما غيرحمكش ملي غتكون واقف امام القاضي والله ما غادي يرحمك. علاش؟ حيت القانون لا يحمي المغفلين وانت ماشي مغفل. انت كنتي عارف ان هذه مصوره وعطي عليها رشوه وديتيها دفعتيها بوثيقه رسميه دفعتيها للبنكه ولا دفعتيها للمحكمه ولا دفعتيها مي كدير كريدي عند المحامي حتى هو. والغريب في الامر زعما احترامي لجميع الهيئات ديال المحاماه في المغرب غريب في الامر هو ان المصادر ديالي كتقول لي هذاك اللي كنتصل به كمصدر ولا بعض المصادر اللي كنتصل بهم كلهم كيقول لك اخويا راه المحامي ما كيخرجوش من تما كيجيو كياخذوا على داكشي ديالك سيد. ما علينا ما غنطولش عليكم بزاف. انا دابا وسط ما غنحبسش هذا الفيديو غيمشي هكا سبونطاني والله ما عرفتش نقول فيه. شوفوا الله الا بغى يجاوبنا انا اتصلت به الابيل الاولى الرئيس عبد الرحيم الزمزامي رئيس الغرفه بعدا ديال هنا. انا ما غاديش نطول عليه بزاف كنتمنى يجاوبنا. الا جاوبني راه غادي الو السلام عليكم. السلام سي عبد الرحيم الزمزامي صافا لاباس عليك؟ معك اشرف بالمدن عن اعلام تيفي. مرحبا نهار كبير هذا. لا اختي كنت ديجا تواصلت معاك على دوك الدبلومات المزوره. اليوم عندي واحد الوثائق ديال الدخل الرئيس باش نعرف الشروط اللي كتعطيو بها هاد الوثائق ديال الدخل ديال الاجر شهاده الاجر او شهاده الدخل. شنو هما الشروط اللي كتطلبوا؟ شهاده الاجر عندها واحد المعايير باش كتخد وكتخدم الجهويه ولكن هذا شروط تنزلوا في الشروط كنحطوا على الشروط يكون واحد الالتزام من صاحب سميتو ويكون مقيم في الارينا ضروري ولكن كتدخل في الجو انا في الغرفه تنأكد على الموظف وتنأكد على المصالح الاقليميه باش حتى واحد ما يعطيش هذا الا الجهويه عند الرئاسه والعضو مثلا حنا انا عندي لا ما يوقعش تلاعب فيها. انا خايف داك الشيء ديال الاعضاء داك الشيء انا ما كندخلش فيها. كان عندنا اعضاء ما عندهم الحق يزيد حتى شي حاجه يعني بعد انا عندي واحد شهاده الاجر عندي بعض شواهد الاجر ماشي غير شهاده واحده عندي واحد جوج ديال شواهد الاجر ولا ثلاثه كنتوصل بهم فيهم مثلا غير عضو ماشي رئيس. واش هادو شواهد الاجر نقدروا نعتبرهم مزوره او شنو نقدروا نعتبرهم سيدي الرئيس؟ ما نقدرش نعطيك انا مزوره ماشي مزوره هذاك المساله ديال القانون انا ما لا غير واش خارجه من عندك مادام ما خارجاش من عندك دابا نورمالمون انت هو الرئيس ديال الجهه راه انت اللي خصك. لا غادي تمشي السياسه في المتعلق السياره ديالك. نعم غادي تطلع ان شاء الله عندك السياره ديالك. عندي السياره غادي تمشي للاداره الجهويه ديالنا ايه وغتعطيهم دوك الدبلومات غتقول لهم هذا الرقم التسلسلي واش عندكم؟ ما فيهمش ارقام تسلسليه اذا ماشي ديالنا. وشهاده او شواهد الاجر اللي كيتدفعوا للاخر تيتعطاو في مدينه بعيده على الجهه. انا عارف ان الجهه كاينه في الرباط هذوك تيتعطاو في الفلاح. شوف حنا عندنا رقم تسلسلي في الوثائق كلها اللي كتمشي للغرفه تعطيهم الشهاده ولا الوثيقه كيضربوا في الاورديناتور يخرجوا الوثيقه اختها. دابا فهمتيني واش فهمتيني؟ فهمتك انا عندي واحد اثبات اخر. سمع سي اشرف حنا فاتحين الغرفه الجهويه لكل واحد اي معلومه غادي تمشي تدق عليهم غتدخل عند اي وحده اش عندك قدام الاورديناتور عطيها هذيك الشهاده قول الله يخليك شوف لي هذا الرقم هذا واش عندكم رقم تسلسلي غضرب الفرد كاين ولا ما كاينش سير بلاص. واخا سيد الرئيس عندي اخر سؤال الا كان ممكن ديال المقر ديال الجهه على مستوى مثلا سلا كاين عندكم مقر ديال الجهه في سلا؟ عندنا المقر في الرمل. لا على مستوى مقاطعه تبرك ما عندكمش شي مقر تما؟ لا عندنا اقليميه اللي كاينه صافي ما كاين حتى شي حاجه اخرى وحده هي اللي في الرمل ثانيه في الرمل. شكرا سيد الرئيس. مرحبا كيف ما سمعتوا يعني ما كاينش شي مقر خاص تيعني هذا المقر. انا البارح مشيت لواحد المقر اللي كيتعطاو فيه الدبلومات وغادي نحط لكم الفيديو دابا تشوفوا. يعني هذا المقر هذا كيقول لك الرئيس الفعلي المنتخب ان هذا المقر هذا لا يعني شوف ها التاريخ ديال اليوم للتاكيد وهي هذه فين كيتباعوا هذوك الدبلومات. هي هنا كاينه الغرفه الصناعه التقليديه هذه البلاك هذه هي المملكه المغربيه شؤون الصناعه التقليديه والتواصل توجيه الارشاد الغرفه الصناعه التقليديه. يعني هذا مقر ديال الغرفه
يعني مقر الغرفة بجهة الرباط سلا قنيطرة. هنا غنسول أنا واش فعلا رئيس الغرفة يأكد لي هذا المحل هذا المقر هذا واش تابع ليهم ولا لا. كنظن كلشي واضح في هذا الفيديو هذا، ما كاينلاش نزيد كثر، ولكن اللي بغي نبين لكم هو أنني كنتمنى كل واحد ياخذ الجزاء ديالو بما فيهم أنا، مادام دخلت في هذا الموضوع هضرت فيه وقلت أشياء خطيرة إلا وأنني كنتحمل المسؤولية ديالها، وكنتمنى من الله عز وجل ياخذ الجزاء ديالو، كل واحد ياخذ غير الجزاء ديالو، هادشي اللي باغي، ما باغيش حاجة أخرى وما كنطمحش لشي حاجة كبيرة. كنشوفوا أن مقر محلول بالصفة ديال 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 الغرفة اللي هي مؤسسة ديال الدولة، واحد كيجي كياخذ فيها. دابا المواطن كيفاش غيفكر في بلادي أنا؟ أنا باش نقول لكم راه ما خصناش نكرهوا المؤسسات، راه خصنا نكرهوا الأشخاص. دابا هذا الشخص هذا كيفاش غيفكر؟ هو غادي وهو ما عارف راسو ماشي ميكانيك وماشي حلاق وماشي خياط، غادي واخد شهادة الدخل من واحد البلاصه اللي عارفها فيها لونطير ديال المؤسسه، ديال لونطير ديال واحد المؤسسه. بحال ما كتقول لي مقاطعه وكتدخل تاخذ شهاده السكنه ب 100 درهم رشوه، وهي مكتوبه مقاطعه، هي ما عندها حتى علاقه بالمقاطعه. ملي كتعيط لقيت كيقول لا خويا ديك ما عندهاش علاقه بالمقاطعه، راه بحال هكا ها هي عندك لنا لونطير ديالها، لونطير ديال الغرفه عندك. اما شهاده الدخل راه كارثه، شهاده الدخل الفوق راه فيها الوزاره، لونطير ديال الوزاره وحرف المغرب من هنايا، وشهاده الدخل والكاشي ديالها وديها للبنك تدفع بها باش تاخذ الدار. ومع هذا الموضوع هذا غادي نشوفوا مجموعه ديال الشكايات ومجموعه ديال وانا كنقول انا كنقولها حتى الشركه الا بغيتوا تسميونا بغيت نجبد الصداع بغيت نجبد الصداع، شركه التامين شركه الابنك ردوا البال الوثائق اللي كيوصلوكم، خصوصا بهذا الخصوص راه مذكره وزاره الداخليه واضحه. فعلا ما كرهناش نعاونوا الناس ونساعدوهم، ولكن ماشي بالتزوير ماشي بالتهلوكه، حيت نهار غطيح في, 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 في الامور القضائيه ما يرحمك حتى شي واحد اخويا، والله ما يرحمك شي واحد. كنتمنى الله يدير لكم شي تاويل الخير، قدر الله ما شاء فعل. الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه مشكوره، والنيابه العامه كذلك مشكوره، حيت فعلا على ما سمعت ان دوك الدبلومات المزوره ديال التعليم العالي في البلاغ اللي خرجت به المديريه العامه للامن الوطني عندها تم اعتقالات ديال بعض الاشخاص اللي سبق لينا هضرنا عليه في شهر 8. شكرا بزاف والله، وكنتمنى هاد الموجه هادي اللي غادا بها البلاد نساهموا فيها كاملين، الموجه ديال ما غنسميهاش انا التطهير وانما الاعتراف بالذات. راه حنا مغاربه، هذاك التمغربيه ترجع عندنا، راه كنقولها لك راه بلادنا ما ناقصنا حتى شي خير منها، راه 3000 كيلومتر ديال البحر، راه الجبال والصحراء وكل شيء كاين، تقدر طلع الإفران في الثلج وتهبط الله يعطينا الثلج وتهبط في نفس النهار تعوم في أكادير ولا في الداخلة. الحمد لله راه المشكل ديالنا مشكل ديال حتى ديال المؤسسات، ما عندناش مشكل مع عندنا مشكل ديال الأشخاص، ولا حسبناهم ما غنلقاوش 4000 فاسد في هذه البلاد. يعني أنت بالوعي ديالك أنت غطهر هذا الشيء هذا، وأنا كنتمناك أنت توعي عليا باش تطهر لي معايا هذا الشيء هذا ونطهروا هذا الشيء هذا. كل واحد يدير اللي عليه، يعرف اللي عليه غيدير داك الشيء اللي عليه، غتاخذ داكشي اللي ليك، باغي داك بغيتي حقك عرف رافع اللي عليك ونوعاو. قدر الله ما شاء فعل وبسلامه عليكم. نرجعوا في فيديو جديد، وكنتمنى الى كان شي مستجد في هذا الموضوع هذا راه غادي نناقشوا.